عام سادس تدخله قناة بلقيس مستندة على مسيرة أعوام خمسة من الالتزام بمبادئ الصحافة المهنية والخط التحريري الواضح المنحاز لقضايا اليمن وتطلعات اليمنيين. خطاب جديد يتحدى قسوة الظروف وبعد المسافات وصعوبة التحقق من المعلومات والاتصال بالمصادر. وفيما تستمر الحالة العامة في انحدار مخيف، تبذل قناة بلقيس محاولاتها لإحداث الفارق معتمدة على إرادة كادر شاب ومختلف ورؤية متجاوزة. بدأت قناة بلقيس بثها من صنعاء، لكنها اضطرت لمغادرتها بعد سيطرة ميليشيا الحوثي على المدينة. وعلى الرغم من أن بلقيس تبث من مكتبها في إسطنبول، إلا أنها تحافظ على مسافة قريبة من مصادر الخبر في الداخل من خلال طاقم مهني كبير ومتنوع لمراسلين ومصورين يتسع باستمرار في إطار مساعي القناة للتواجد في كل مكان يمكنها التواجد فيه. خلال خمسة أعوام عملت شبكة مراسلي بلقيس في أجواء محفوفة بالخطر ووسط ما يزال ينظر للكاميرا بالكثير من الخوف والتوجس. وأكثر من ذلك، يمكن القول إن مراسل القناة كانوا يعملوا في وسط معاد من جميع السلطات المسيطرة على الأرض بعد أن تقسمت البلد الميليشيات والجماعات الخارجة عن القانون في جو مكهرب بالكثير من الصراعات المعقدة ومرافق ذلك من انتهاكات لأبسط حقوق المواطن اليمني كحرية العمل والتنقل وحق الحياة. وجدت شبكة مراسلي بلقيس نفسها متحملة عبء أن تكون صوتاً لشعب يواجه عملية إذلال ونهب منظم تشترك فيه ميليشيات الداخل مع دول الإقليم. في هذه البيئة الخطرة دفع عدد من المراسلين والمصورين حياتهم ثمناً للالتزام والعمل من أجل توفير المعلومة وتغطية الخبر.